وآخر يقول: وضعت زوجتي في أول شهر رمضان المبارك، وانتهى شهر رمضان ولم تصم فيه يوما واحدا، وبعدما انتهى الشهر أمرتها بصيام فقالت أنها لا تطيق بسبب مرض أصابها ولا عادت، وهكذا فمتى يسقط عنها الإعادة؟ عليها الصوم متى قدرت. إذا أفطرت في رمضان من أجل النفاس، وهكذا الحائض أفطرت أياما في رمضان، تصومان بعد ذلك فيما بين رمضان وبين شعبان إلى آخر شعبان، كل محل صوم. إذا استطاعت وقدرت صامت في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في محرم، صفر، ربيع، جماد، رجب، شعبان، كلها محل صوم الحمد لله، لم يضيق الله عز وجل. وإذا بادرت فهو أفضل، إذا حصل لها البدار فهو أفضل بالقضاء إذا تيسر ذلك. فإن شق عليها لمرض أو رضاع أجلت الصوم حتى تستطيع، ثم تصوم بعد ذلك ولا شيء عليها، ولا فدية عليها ولا إطعام، بل متى قدرت صامت والحمد لله.